الله. يلا بسم الله. ابو احمد تعال يا واحد، تعال دقيقه بس، دقيقه عبد. ازمه الكهرباء المستمره في قطاع غزه، لذا لابناء امتنا نقول، لأبناء أمتنا الذين يملكون مليارات الهكتار، مليارات الأمتار المكعبة من الغاز والنفط، نقول لهم إن بتروليكم وغازكم يضيء كل مدن العالم، ولكن مع الأسف لا يضيء قطاع غزة، يضيء كل العواصم الغربية والأمريكية، ولا يستطيع أن يضيء مخيمات اللاجئين في غزة. فيا نفط الأمة تدفق إلى غزة، لذا نجد كل الأحرار في العالم، الرؤساء والملوك أصحاب القرار، بأن يقفوا مع شعبنا في غزة، لكي تضاء غزة أسوة بباقي مدن العالم العربي والإسلامي. من غير المعقول والمنطق أن تضاء كل المدن والعواصم ببتروليكم وتبقى غزة مطفأة ومظلمة، لأنه لم يصلها البترول العربي. فالجهود متواصلة، الجهود متواصلة من أجل تبني هموم الشعب الفلسطيني، من أجل تبني قضايا الناس، من العمل وإنهاء البطالة وفتح المعابر وإيجاد فرص عمل، وآخرها إيجاد طيار كهرباء يضيء البيوت في سقعة الليل في مخيمات غزة وقراها ومدنها. لذا نقف اليوم هنا أمام في هذا المكان في غزة المحاصرة، لكي نطالب صناع القرار، حكومة الوفاق الوطني، سلطة الطاقة، شركة التوزيع، شركة التوليد، الحكومة، الأخ الرئيس أبو مازن، أن يتخذوا القرار بإنعاش الوضع في غزة وبحل هذه المشكلة وبإنهاء هذه المعاناة. يا ابناء أمتنا، يا أمراء الأمة، يا زعماء الأمة، يا ملوكها، يا رؤسائها، نناشدكم باسم غزة الصابرة، باسم غزة الصابرة والصامدة، باسم المحاصرين فيها بقراها ومخيماتها ومدنها، باسم الأشلاء المحترقة، أن تهبوا نجدتها، أن ترسلوا الدعم عبر النفط أو الغاز إلى غزة، لكي تضاء هذه المدينة أسوة بباقي المدن في العالم.